بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخ بلال هذا ولد صغير الذي في عمره 3 سنوات ونصف يعاني من ورم في رأسه، يعني هو يعني سرطان، له كيست يعني في سرطان الرأس. والآخر اسمه طه مؤنس، وأخوه الآخر الذي يعاني من سرطان العينين وهو طايح، هو في الفراش. يعني هذه الحالة يعني قد تم نقلهم من المستشفى الحسني بالناظور، ولذلك إن شاء الله عز وجل لهم عملية جراحية إن شاء الله تعالى في المستشفى بفاس، وهم